أعود إليك سيد زيتوت، ربما كده في ذات السياق هذه الخطوة التركية ألم تبدو وكأنها متأخرة بعض الشيء؟ الاستراتيجية التركية علينا أن نفهمها بعمق. الاستراتيجية التركية كانت منذ البداية لا تريد أن تدخل في خصومة مباشرة وعلنية مع السعودية، لأنها كانت تعرف إذا فعلت ذلك فإنها وكانت تطرح القضية أن خلاف ما بين الأتراك والسعوديين وسينقسم ربما العالم وربما الأكثرين يكون مع السعوديين. فهي منذ البداية أرادت أن تظهر على أنها قضية ما بين نظام سعودي قام بجريمة بشعة اهتز لها ضمير العالم، وبالتالي الدول اهتمت وأصبح الضغط على بن سلمان. نجحت بكل تأكيد في هذه الاستراتيجية، ثم في استراتيجية التقطير للصور وللمعلومات نجحت أيضا على إبقاء القضية مرتفعة في الإعلام العالمي، ثم الآن تمضي إلى قضية التدويل. قضية التدويل تركتها كمرحلة أخيرة حتى لا تلام من طرف أصدقاء السعودية أو حتى النظام السعودي من أنكم سارعتم إلى التدويل وكنتم تريدون التدويل. إذن هم لا يريدون أن يذهبوا إلى التدويل إلا بعد أن يقول أن السعوديين يرفضون التعاون تماما، ويجعلون قضية التدويل أن تكون مطالب من دول أخرى ومن منظمات حقوقية أخرى. يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة الآن يطالب أيضا ربما بالتدويل، سنسمع ربما تصريح في هذا اليومين القادمين، وهناك منظمات حقوقية بما فيها مجلس حقوق الإنسان طالبت بالتدويل. الأتراك يعرفون أن السعوديين لن يقدموا لهم شيء، وفي النهاية في اعتقادي سيذهبون إلى التدويل. طمع سيد زيتوت بالفقرة التالية.